These migrants are coming from the places where the war and other conflicts existed. So this is, I think, very bad as refugee seekers and asylum seekers about relocating again to Albania. نحن الآن نحتاج للحماية وللسكينة، لأن لا ندري ماذا يقول لنا الدولة الألبانية، ولكن عندما فتحت أبوابها للمهاجرين أو للاجئين فأهلا ومرحبا بها. عندما دولة تقوم وتساعد أو منظمة تقوم وتساعد للاجئين أو للمهاجرين فنحن أصلا فارين من الحرب.